إذا لا نافيغاسيون دازت مزيان، لكن هاد لاكتيفيتي رقم جوج ما رسمتش لي انا انترفاس نتاع دازت ان، لكن رسمت لي الانترفاس دا لايوت فورمز اللي ديجا درنا في الترسيب. اذا هنا ضروري خصنا نتبعوا لاش اون كرييت نتاع كل ميثود، بحيث انها تكون كات ريفيرونس او تكون كات سيتي لو كونتوني نتاع لا في لي وين. اذا عاد كليكي لحظه، كليكي لا اوكي لحظه، داتني لا باج اخرى. علاش عطاتني باج فيد؟ حيت لمشي هاد لايوت ديست غادي تلقاها خاويه، لايوت ديست ان خاويه في بالك. مزيان، دابا غادي ندوزو لمرحلة أخرى باش نترونسفيري هاد لي بارامتر. كاين عندي دو فاسون، غادي يجي لينا لهاد لانتانت. لا فاسون الأولانية هنا بصفة عامة، لا كومينيكاسيون بين جوج تاع لي زاكتيفيتي كتكون أنه لاكتيفيتي الأولانية كيتجمع، كيتجمعو لي زانفورماسيون كاملين لي كاينين، وكيتحطو سو فورما تاع أن باندل، وكيتصيفطو لاكتيفيتي التانية. اذا نعاود النقطه مهمه، لي زانفورماسيون كاملين اللي بنا نحولهم من اون اكتيفيتي لان اوتر اكتيفيتي كيتجمعوا في واحد الباندل، كيتجمعوا في واحد الباندل. اشنو هو الباندل؟ هو واحد لوبجي نعتبره بحال ليست، اون ليست اللي فيها كي فاليو، فيها كي فاليو، كيتجمع داكشي كامل في واحد الباندل، وداك الباندل هو كاوبجي كيتصيفط هو اللي كيترونسفيرا غيالمون بين لي زاكتيفيتي. اذا انا كنحط كنسيتي دي فالور، و هاد لو باساج هذا كيكون سو فورم تاع باندل واحد كيتجمعو فيه لي زانفورماسيون كامل. اذا نشوفو هادشي براتيكوم باش نفهم. غادي نديكلاري كيما قلنا كاينين بزاف لي فاسون، شوف الفاسون الاولانية غادير، غادي نديكلاري باندل نسميها بي ايكال نيو باندل. باندل قلنا هو ليست سو فورم تاع بحال شكل ماب فيها كي فاليو، نسيتيو فيها لي فالور عن طريق لا ميثود بوت. بوت هنا لي جون لي بغاو افونسيو من بعد يقدروا يمشي كليك على هاد الكلاس هادي، ويمشي يقلب على بيز باندل، ويشوف هاد كيفاش هاد لي زانترفاسات فيهم، ويشوف هاد اللوجيك يقدر يفهم هنا مزيان لي ديتاي تاع اللوجيك. اما بالنسبه للناس اللي يلا غيبداو في لي باس جافا، من الاحسن يفهموا هو الاول لو برينسيپ تاع الاندرويد. بوت هنا بوت، لاحظنا بوت عندي بزاف لي ميثود. هاد باندل هنا سبق لي قلت انه كيهز لي زانفورماسيون كاملين من اكتيفيتي الاولى كيحولهم لاكتيفيتي الثانيه، ولكن هاد لانفورماسيون يقدروا يكونوا فيهم دي سترينغ، فيهم دي دابل، فيهم فلوت، فيهم انت، فيهم لوغ، فيهم بزاف لي كاركتير. لذلك هاد لوبجي باندل هو كيمكنني باش كنسيتي دي زانفورماسيون سولون لو تيب نتاعهم. اذا بوت بحال بحال سيت، غادي نقول ليه سيت لي واحد لا فالور، مثلا سيت مثلا سترينغ، لاحظنا سيت سترينغ، غادي نعطي الكي والفاليو. الكي والكي دائما كيكون سترينغ، الفاليو هي اللي كتاخذ لو تيب اللي كاينها. اذا ناخذ اكزومبل مثلا نسميها كي 1 وفي لا فالور سترينغ اسمها فاليو 1، فاليو 1 انا بي كذلك بي بوت مثلا بولين، مثلا بوت بولين. لاحظنا الكي توجور سترينغ، لكن الفاليو هي اللي كتاخذ لو تيب بولين. نسمي مثلا بول 1 ثم غادي نعطيها بولين ترو. اذا كان بريباري هاد لوبجي باندل، وحنا قلنا غادي نسيتو فيه لي زانفورماسيون، لانفورماسيون غادي تدخل في نزاتو في داك زون دو تيكست. اذا غادي ندير بي بوان سيت، لانفورماسيون غادي تدخل في نزاتو كي دايره هنا في وسط هاد، في وسط هاد لايوت سورس، غادي يكون سو فورم دي تكست انبوت تكست. اذا اش غادي ندير؟ غادي نجيب فاسيلمون هنا، غادي ندير عفوا بوت بوت سترينغ، وغادي نعطي الكي نسميها يوزر، ثم لا فالور غنعطيها او بوان جيت تكست، او بوان جيت تكست بالشكل put string. غادي نقول put to string. هنا to string باش كنزيد واحد الكونفيرتاج باش، علاش؟ حتى get text عندها واحد last structure editable ماشي string، ولكن كان كونفيرت string عن طريق to string. ممتاز. دابا اش غادي ندير؟ غادي نمشي للانترفاس او لا لاكتيفيتي ديستيناسيون، وغادي نخدم فيها الخدمه تاعتي كامله.
دابا قبل ما نشوف الخدمه تاع ديستيناسيون غادي نكملوا هو الاول السورس. حنا عندنا واحد دي تريتمون اخرين خصنا نزيدو من بعد ما كان بريباري هذا لوبجي بندر كنجي فاسيلمون كندير الانتنت بوان بوت اكسترا وكنعطي البندر ديالي بندر سميتو بي بوت بوت اكسترا صدقني اس انا وكنعطيها لي زانفورماسيون. اذا اشنو هما الحد السهل لي زانفورماسيون اللي كاينين في الانتنت؟ كاين سورس اللي هو الكونتكست، كاينه ديستيناسيون، ثم كاينه لي زانفورماسيون بي. اذا تخوا انفورماسيون برينسيبال كاينين في الانتنت. دائما انتبهوا لهاد القضيه هذه، لي زانتنت نقدر نعطيهم سورس وديستيناسيون ولي زانفورماسيون. نقول شوف غادي تهز ليا هاد لي زانفورماسيون كاملين من هاد السورس حتى هاد الديستيناسيون. هادي هي ليدي تاع الانتنت. دابا غادي نكونوا سالينا من هنا، غادي نمشيو ديريكتومون للديستيناسيون ونشوفوا اشنو هي لي طاب الاخرى، هي كيفاش ريكوبيريو دوك لي زانفورماسيون، كيفاش ريكوبيريو دوك لي زانفورماسيون. هنا الى انتبهتوا معايا مزيان صيفطنا اوبجي دو تيب بندل، اوبجي دو تيب بندل، وفين سيتينا؟ سيتينا في اكسترا، تبقى سيتينا في اكسترا اللي كاينه في وسط لانتان. بنفس البرانسيب غادي ندير لا ريكوبيراسيون بالانفيرس، بمعنى اخر غادي ندير بندل نسمي كادريك بي ايغال اش صيفط انا انت تخسر كبير انت هي الاولى get intent point get extra. لاحظت معايا في الاول كان عندنا intent كان سيتي في extra، انا نفس القضيه intent point get extra point بيرك. هذا دابا بي من المفترض انه يجيب لي لي زانفورماسيون اللي كاينه تما، لكن يقدر هاد الانترفاس هادي نجي ليها من اكتيفيتي اخرى من غير هادي اللي بريباريت انا دابا. لذلك خصني دائما تيست على هاد بي كي داير واش فيه فالور ولا لا. اش غادي ندير اف اف الا كان بي ديفيرون دو نول، يعني حتى يكون ديفيرون دو نول عاد غادي ندير الخدمه تاعتي. اش نخدم حنا اللي بينا؟ قلنا بنا نافيشو في داك لو تيكست اللي هو خصني نجيبو توا ديست، خصني نكري ان اوبجي كي بوينتي عليه تيكست فيو text view، ثم غادي نسميه text view converting equal نديرو cast text view find by view r point id point. انا ضروري خصني نتبع السمية اللي سميت اللي هي text view user وغادي نحط عليه. اذا غادي نسيتي لو تيكست فين؟ فوسط هاد الكومبوزون اللي عندي، فوسط هاد لوبجي اللي عندي. اذا غادي ندير بوت بوان سيت تكست. اش غادي ندير هاد التكست؟ الى باغي كتذكروا كنا لو ميساج اللي غادي نافيشي هو على هاد الشكل هذا بونجور سميت لي عفوا فوتخ نون اي سميت لا فالور. اذا بنفس البرانسيب هنا فوتخ نون اي دو بوان غادي نحط لها السميه نتاعت بي. السميه منين خصني نجيبها؟ خصني ريكوبيريها من البندل. واشنا هو الكي اللي عطات؟ خصني ضروري نعرف الكي اللي عطات. هذا الكي هنا اللي هو يوزر. غادي ناخذ هادي نمشي لديست دي عفوا بوان جيت بوان جيت انتنت. انا دابا سير ان هاد انتنت ان هاد البي ديفيرون دو نيل. اذا غادي نعاود نفس البرانسيب دي بوان جيت لا عفوا get intent point get extra point نعطيها على سبيل المثال get get اشنو هو لو تيب اللي بتروتورني get string لو تيب string ونعطي الكي اللي هو user بهذا الشكل. اذا لاحظنا اذا اشنو كان ريكوبيري هذا اداه كندير فقط التاس نقدر نحيد البي وندير بلاصه ندير بلاصه هاد التست بهذا الشكل هذا او لا يقدر كذلك نحيد هذا الشيء كامل وندير بلاصته بي ندير فقط بي هنا مزيان. غادي راني لابليكاسيون ونشوف واش هادشي مزيان ولا لا. اذا ران ونتست.
هنا بما ترانا الابليكاسيون واحد النقطه بغيت نبه عليها، انا سيبوزيت ان راه هذه بي فيها يوزر، ولكن هذا خطا. يقدر بعض المرات البند الايكون كاين، يكون كاين فيه ديزانفورماسيون ديفيرون دونيل، ولكن ما يكونش فيه هذا الكي يوزر. لذلك دائما خصني تيستي على جوج الحوايج، الحاجه الاولانيه هي هاد الباندل واش فيه دي فالور ولا لا، ثم الحاجه الثانيه واش فريمون هاد الكي كاين ولا لا. وباش نتيستي عليه فقط خصني ندير نزيد هاد لو تيست انانيت اف بي بوان كونتين كي لي يوزر. فهمت؟ اذا دابا اللي عندي جوج لي اف اف انا حطانا ونشوف لابليكاسيون. لابليكاسيون راه ديجا طرانات، شوف لابليكاسيون هي الاولى. هنا تابي فوتخ نو صمد هلال اوكي، لاحظنا فوتخ نو اي صمد هلال. اذا اسيرينا ان هذوك لي زانفورماسيون كاين ديبلاصا من اكتيفيتي الاولى لاكتيفيتي الثانيه. وكيف قلت دابا اجوتينا هاد لو تيست هذا باش نفيريفي، اولا فقط نهز هذا ونحطو هنا باش ما نعاودش الكود اف دو فوا. طيب اذا الان هذه هي لا فاصون كيفاش نترونسفيري لي ميساج عن طريق البندل، عن طريق البندل.